سنوات عدة يدرس بها الطالب ليحصل على شهادة البكالوريوس باختصاص الهندسة ليحقق حلمه برفض بلده بالطاقات العلمية والعملية ليتفاجأ بواقع يميل بين الفساد والمحسوبية بالوقت الذي يلفظ به العراق أنفاسه الجهيدة للنهوض أسوة ببقية البلدان المتطورة. أنا مهندسين من كربلاء عددنا 281 مهندس اجتمعنا من شهر 11/2019 ولحد الآن نركض بكتب رسمية بتعيننا على مصفى النفط في كربلاء. طبعا درجات وظيفية اكو بس ما قاعد يعينونا، قاعد تجي من احنا مصفى كربلاء انها حقية بي، قاعد تجي من غير محافظات تتعين مصفى كربلاء واحنا اهل كربلاء، كاتلنا الجوع احنا وعوائلنا ما عندنا تعيين في مصفى كربلاء. طبعا صار لنا شهرين احنا مبيت هنا باب المصفى بالصحراء متحملين المخاطرة وسلميين، كنا ما حد اجى وصل لنا لا من محافظ ولا من اعضاء مجلس نواب كربلاء، البالغ عددهم 8 نواب من كربلاء صاعدين. أكثر من 60 يوما على اعتصامهم وغلق بوابات مصفى كربلاء بانتظار المسؤولين لكن دون جدوى، فالبعض منهم يمر مرور الكرام لا يسمع ولا يرى، كفاءات لو استغلها بلد آخر لتميز عن غيره، والحال يرسى على مناشدة باسم الإنسانية لتعيينهم على ملاكات المصفى كون الأحقية لهم دون غيرهم. احنا مهندسين وابناء كربلاء معتصمين امام بوابه مصفى كربلاء منذ شهرين للموافقه واصدار الامر الاداري لكتابنا الذي يوجد في الوزاره منذ 8 اشهر وليس هنالك مجيب. اذا نحن نناشدكم باسم الانسانيه وباسم ابي الاحرار ان تنظروا الى معاناتنا وان تصغوا الى مطالبنا وان تنصفونا بالتعيين اسوه بابناء المحافظات الاخرى الذين كان لهم النصيب الاكبر من تعيينات مصفى كربلاء. أناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأناشد مدير شركة المصافي وأناشد محافظ كربلاء لحد الآن اللي هو ما سمع صوتنا. عندنا كتاب من 2019 بشهر 11 لحد الآن ماكو أي يعني ما نصفونا ولا سمعوا صوتنا، لهذا نحب نقول لهم أنه صار إحنا شهرين تحت هالشمس وما يقبل أي مسؤول أنه إحنا نقعد بهالشمس هاي، لذلك أنه راح نبقى شهرين سنتين لحد ما يصدر كتاب تعيينة والمصفى اللي ما يخدم أبناء كربلاء إحنا نسده. يبقى المواطن العراقي والخريج يعاني إهمال الساسة وسط تداعيات الوضع الحالي الذي أنهك الجميع دون حيتان الفساد. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء.